نسبه صلى الله عليه وسلم ونم نبي يام عليه الصلاة والسلام بودة وهو صلى الله عليه وسلم الونم تنتوما عليه الصلاة والسلام يا محمد أيور لم محمد بن عبد الله يا عبد الله بيغا بن عبد المطلب يا عبد المطلب بيغا بن حاشم يا حاشم بيغا بن عبد مناف يا عبد مناف بيغا بن قصي يا قصي بيغا بن كلاب يا كلاب بيغا بن مرة يا مرة بيغا بن كعب يا كعب بيغا بن لؤي يا لؤي بيغا بن غالب يا غالب بيغا بن فهر يا فهر بيغا بن مالك يا مالك بيغا بن نضر يا نضر بيغا بن كنانة يا كنانة بيغا بن خزيمة يا خزيمة بيغا بن مدركة يا مدركة بيغا بن إلياس يا إلياس بيغا بن مضر يا مضر بيغا بن نزار يا نزار بيغا بن معد يا معد بيغا بن عدنان يا عدنان بيغا وعدنان من ولد إسماعيل لحيتي ونم نبي أم عليه الصلاة والسلام يا بيونهم بونت عدنانا يا هي نبي إسماعيل كم مفغم بيغا يملوتو الذبيح نبي إسماعيل مي دبيني نبي إبراهيم دلاتون كدغم بفنغن نسبا وينام يا نبي إبراهيم بيغا نبي إبراهيم مي الخليل يا وينام زو وينام بوصلاة الربيع فاجلينغا وهو صلى الله عليه وسلم أرونم تنتوما عليه الصلاة والسلام يا خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق وإنم نبي أم عليه الصلاة والسلام بودا لبوني هي دوني بورزوكا بودزان فاجل هنكل نيري وفي الحديث وحديث تغسقبوا أن هراك الملك روم تينا بيور هي مبونتي هراكل هي روم نابا قال لأبي سفيان رضي الله عنه أسوك أبو سفيان سغسقتك أبو سفيان دم هو أنكينغنيني يا سوسوب ويا يلم يا سالتك عن نسبه ممسوك فويا يمكن ان النبي عليه الصلاه والسلام بودي اللي فذكرت فقوما كبار انه فيكم تبودي يمقون ذو نسب لا بود ابو زيسو فكذلك لنا بنا لك ابو سفيان يتيوتو بلا الرسل تبعث في نسب قومها تعدتنتم هندن تاوري فسانتم سبقتم هبدولبلمين تبيب زما وقوا استفاؤه صلى الله عليه وسلم أرونا متنتوما عليه الصلاة والسلام يا نبي أمنين أبن توسي قال صلى الله عليه وسلم أرونا متنتوما عليه الصلاة والسلام يلمي إن الله بغيت وينا اصطفى كنانة أرونا متنسى كنانة يا وينا نبي أم عليه الصلاة والسلام يا أبي من ولد إسماعيل يسين إسماعيل كم مقر واصطفى قريشا أرونا متنسى قريش بودي من كنانة يا كنانة بن نبقى واصطفى من قريش بني حازم أرونا ملبن توسمي أرونا ملبن توسى بني هاشم بودي قريش بودا قوة واصطفاني من بني هاشم أرونا ملبن توسى مام نبيا ما يبني هاشم بودا قوة ونام قوة صلاة الله بنبيا ما ينه